وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة. نرحب فيك سعادة الوزير في نشرة أنباء الثالثة. ولو توضح لنا سعادتكم أكثر دور وزارة الصناعة والتجارة في تلبية توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن توفر المخزون الاستراتيجي من الأغذية في الأسواق المحلية. بداية يسعدني أن أكون معكم اليوم لألقي الضوء على بعض أهم المتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي واللي تمثلت في اتخاذ جمهورية الهند قرار حظر الأرز الأبيض، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات مشابهة من دول أخرى كخطوات لضمان توفر إمدادات كافية في الأرز من الأرز في أسواقها المحلية. نعم. وحبيت أؤكد بأن قرار الحكومة الهندية بمنع تصدير الأرز الأبيض لا يشمل الأرز البسمتي المتداول والمستخدم بشكل واسع ويومي بين الأسر البحرينية. الأرز الأبيض المحظور يصل إجمالي استهلاكه في البحرين تقريبا 15% فقط، ولله الحمد مملكة البحرين لديها مصادر استيراد متنوعة لهذا النوع من الأرز، فيتم الاستيراد من باكستان وفيتنام ودول أخرى بنسب متفاوتة. نعم نعم. سعادة الوزير، لو توضح أكثر لنا أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان توفر السلع الغذائية من المخزون الاستراتيجي. نعم، تلبية إلى توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم الاجتماع أمس صورة عاجلة مع رئيس وأعضاء لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة صناعة البحرين. نعم. لتعرف على وضع المخزون الغذائي في البحرين، ولله الحمد كانت نتائج الاجتماع إيجابية، وخصوصا أن أغلب السلع الغذائية الأساسية ذات جاهزية ومتوفرة من قبل الموردين في جميع أسواق محافظات مملكة البحرين ولمدة كافية أيضا. وأحب أطمن المستهلكين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بأن تم توجيه جميع الموردين والتجار برفع سعة المخزون المحلي للسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب أن وزارة الصناعة والتجارة مستمرة في حملاتها وزياراتها التفتيشية والميدانية بشكل دوري لمتابعة المخزون ورفع المخالفات، كما يمكن للمستهلكين تقديم أي شكاوي أو بلاغات بهذا الشأن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرسمية. نعم. سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.